بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وآخر ما تكلمنا عنه من هذه الآيات في بيان أن مسلك المنافق مع كتاب رب سبحانه وتعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم التولي والإعراض. أما مسلك المؤمن مع كتاب رب سبحانه ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا هو السمع والطاعة، أن يستمع ثم يفعل ما يستمع إليه من آيات رب سبحانه. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. مسلكان كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، مسلكان. المسلك الأول مسلك المنافق، مسلك ذلك الفاجر، مسلكه هو السمع والعصيان. أما مسلك المؤمن فهو السمع والطاعة. الكل قد استمع، ولكن منا من يفعل ومنا من يتولى يكون منه الإعراض، على الرغم أنهم أقروا بألسنتهم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يبقى هذا إقرار منهم باللسان، ولكن لسان الحال مخالف تماما للسان المقال. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يبقى موجب الإيمان، مقتضى الإيمان، هو أن نستمع ثم نستجيب لأوامر رب سبحانه وتعالى ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما بين ربنا سبحانه وتعالى، وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. يبقى الإيمان موجب لقبول الإنسان لأحكام رب سبحانه وتعالى. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يبقى عند بقى التطبيق العملي أو المحك العملي، حنجد إذا دعوناهم إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم في أي قضية من القضايا كان منه التولي والإعراض. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ده مسلك المؤمن، مسلك واضح ومسلك بين، وهذا هو قانون تعامل المؤمن مع كتاب رب سبحانه ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الاستماع ثم الاستجابة، يستمع إلى أوامر رب سبحانه وتعالى، يبقى أذان صغية وقلوب واعية، ثم تراه مفعلا لما يصل إلى مسمعه من آيات رب سبحانه وتعالى. وإن تحاكم لا يتحاكم إلا إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم الذين كتب الله عز وجل لهم الفلاح والسعادة في الدارين. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. هذه حال المؤمن، الطاعة المطلقة لله تعالى والطاعة المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم. وترى أثر هذا الإيمان على نفسه، على نفس ذلك المؤمن، في خشيته لله تبارك وتعالى، ويتقي أي سبب من أسباب
الوقوع فيه، يتقي هذه الأسباب، يأخذ بأسباب النجاة من النار، وكذلك أيضا يسلك ذلك المسلك الذي يوصله إلى الجنة. ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. يبقى يتقي محارم رب سبحانه وتعالى ويخاف على نفسه من أن يرتكب أي سبب من أسباب التي تفضي إلى النار. فأولئك هم الفائزون، هؤلاء الذين فازوا بالدارين بالدنيا والآخرة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ربنا سبحانه وتعالى يخبر عن حالة المتخلفين عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد من المنافقين ومن في قلوبهم مرض وأيضا ضعاف الإيمان. وبصفة عامة تجد هذا هو حال الفاجر أو حال المنافق. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، هتجد ده حال المنافق. يبقى في حال كده الرخاء هتجد أنه يقسم برب سبحانه وتعالى جهد أيماني، يبقى أيمان مغلظة، فلكن واقع الحال مكذب لكلام هؤلاء. قل لا تقسموا طاعة معروفة، يعني لسان الحال ناطق أساسا طاعة معروفة، طاعتهم معروفة وكذلك سلوكهم معروف، فلما كان ذلك القسم؟ يبقى هيقسم بالله تبارك وتعالى ولكن هو يقسم على غير الحقيقة. يبقى يقسم بالله سبحانه وتعالى، لأن جاء ذلك الأمر بالخروج الجاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لا تجد أنهم أول من يتقدم لذلك. قال الله تعالى قل لهم لا تقسموا طاعة معروفة، ده لسان الحال ناطق يعني، فنحن لا نحتاج إلى لسان مقال هؤلاء، فلسان الحال مكذب للسان مقال هؤلاء. إن الله خبير بما تعملون، لكن ده حال المنافق، فساد الاعتقاد دايما. يعني فساد إيه اللي بيدفعه لهذا الأمر؟ هنجد فساد الاعتقاد، يعني فساد الاعتقاد. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى وقالوا إيه؟ والله ربنا ما كنا مشركين. يبقى انظر حال هؤلاء لما يؤتى بهم يوم القيامة فيقسموا بالله تبارك وتعالى أنهم ما أشركوا، والله ربنا ما كنا مشركين، يحلفون لله تبارك وتعالى كما كانوا يحلفون لنا في الدنيا ويحسبون أنهم على شيء. ده حال المنافق كده، زي ما كان بيقسم لنا ونحن نصدق ذلك القسم، يوم القيامة يقسم رب سبحانه وتعالى أنه كان طائعا ويقسم الله سبحانه وتعالى أنه ما كان مشركا. فده طبعا نتيجة فساد اعتقاد هؤلاء كما بين ربنا سبحانه وتعالى. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يبقى حنجد فساد الاعتقاد، يبقى فساد زي الإنسان ما بيفعل المعصية لو كان مستحضرا لمراقبة الرب سبحانه وتعالى يبقى ما تراه على هذه المعصية، لكن هتجده غافل وفي جهالة. يبقى المرتكب للمعصية جاهل، إما أنه جاهل بالمعصية ابتداء أو جاهل بالعاقبة، جاهل بالعاقبة. يبقى لو سألناه اللي بيغتاب ده مثلا، لو سألناه أو يتكلم كلام قبيح، أو سألناه أما علمت أن الله تعالى سميع بصير، يقول أن الله تعالى سميع، طب لما تتكلم بهذا الكلام؟ غابت عنه هذه الحقيقة عندما كان يرتكب ما يرتكب من هذه المخالفات. فإن الله خبير بما تعملون، لو الواحد مستحضر الكلام ده هو، فعلى ذلك حيدقق النظر فيما تكلم به ويدقق أيضا النظر فيما يفعل، ما تراه أبدا متهاونا في فعل مخالفة حتى لو كانت من الصغائر، وما تراه أيضا مقصرا في فعل طاعة من الطاعات. يعلم أن ربه سبحانه وتعالى سميع بصير، يعلم أن ربه سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علم. إنسان لما يستحضر المشاهد هي هتجد أنه لن يكون هناك في قلبه أبدا داء الحقد أو الحسد أو الغل أو الغش، يستحي من ربي سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبي، فأنا استحي من ربي سبحانه وتعالى أن يكون هذه الأدواء في قلبي أو في نفسي. إن كانت هي تخفى على الناس لكنها لا تخفى على رب المعبود سبحانه وتعالى. والمؤمن دائما بيستحضر
أن القلب هو محل نظر رب سبحانه وتعالى. أعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. بالواحد ما بينساش الرواية دي، طول ما أنا مش بننسى الرواية دي هي هنجد أنا مدقق النظر، يبقى حريص جدا ألا يأتي يعني أي داء من هذه الأدواء إلى باطني، وإلا قمنا بطرد أي قاتلة سيئة قمنا بطردها. لماذا؟ لاستحضار الإنسان لهذا المشهد. وقوع الإنسان دائما في المخالفة كنتيجة غياب هذه المشاهد عن الإنسان، غياب مع علمه بهذا الأمر، يبقى بيعرف أن ربنا سبحانه وتعالى سميع. يبقى لو سألنا الإنسان اللي هو بيتكلم بالكلام الفاحش في لحظتها كده، أما علمت أن الله تبارك وتعالى يسمع؟ يقول ربي سميع، يثبت ذلك الأمر لا ينكره، ولكن مع ذلك يقع في المخالفة. يبقى غياب هذا المشهد، يبقى غاب عنه هذا المشهد. يبقى وهكذا لما تيجي خاطرة سيئة ويستطرد معها في حديث النفس كده، يبقى أما علمت أن الله تبارك وتعالى مطلع على ما في قلوب العباد؟ يعلم ذلك ومثبت ذلك لله سبحانه وتعالى، لكن حتجده يا ترى ليه بيقع في كده؟ نتيجة غياب هذا المشهد عنه، ما بيستحضرش هذا المشهد، بيغيب عنه، بيغفل، وبالتالي يقع في المعصية. لذلك قال الله تعالى طاعة معروفة، يعني هم معروف حالهم، إن الله خبير بما تعملون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. المطلوب إن احنا الطاعة التامة لله تبارك وتعالى، الطاعة المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا، طب إن كان التولي والإعراض، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. لا يصلح أبدا للمؤمن أن يكون منه التولي والإعراض، لا يصلح. يبقى الإيمان محرك للاستجابة ومانع من وقوع الإنسان في الزلل أو المخالفة. وإن وقع عاد وتاب من قريب يا رب سبحانه وتعالى. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وما على الرسول وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الرسالة على رسوله صلى الله عليه وسلم وراه بإبلاغها، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إنما عليك البلاغ، فبلغ ذلك البلاغ المبين. يبقى حتى لا يكون للناس حجة على الله تبارك وتعالى من بعد الرسل. فإنما عليه ما حمل، يبقى هو أدى هذه الرسالة، تحمل الرسالة وأداها على خير وجه. وعليكم ما حملتم، يبقى اللي احنا استجبنا وأطاع، يعني منا من أطاع ومنا من عصى، فعلى ذلك يبقى منا من ضل عن الطريق ومنا من اهتدى بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والخير كل الخير في طاعتنا لله تعالى وطاعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو طريق الهداية. وإن تطيعوه تهتدوا، ولو أنا عايز طريق الهداية يبقى أصل إليه إزاي؟ أقول لك بسيطة جدا، عليك بس بطاعة الرب سبحانه وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أين أجد هذا المأمور به؟ يبقى في كتاب ربك سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، يبقى الإيمان والعمل الصالح. يبقى لو حصل إنساء هذه المقومات يبقى هذه من عند رب سبحانه وتعالى، أدي ثماره، ثمار الإيمان والعمل الصالح، يبقى الاستخلاف في الأرض والتمكين في الأرض، وكذلك يبقى ذهاب ذلك الخوف لم يبقى إلا الأمن. وده طبعا لا يأتي الإنسان ولا يحصل على هذه الثمرة إلا بإخلاصه لعبادة الله تبارك وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، والله تعالى لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. ولكن إمتى بتحقق هذا المشروط؟ بتحقيقنا للشروط، يبقى فعلنا يبقى يأتي الجزاء، إن تخلفنا يبقى يتخلف ذلك المشروط. يبقى هذا المشروط يبقى متوقف على تحقيقنا
للشروط. يبقى وعد الله الذين آمنوا منكم عملوا الصالحات، حققنا الإيمان وحققنا الأعمال الصالحة المطلوبة، حتجد هذه المنن وتلك الثمار، الاستخلاف في الأرض وكذلك التمكين لذلك الدين وكذلك ذهاب الخوف لم يبق إلا الأمن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يبقى الأمر ده اقرأ في السنة كده، اقرأ في سنة الله سبحانه وتعالى الكونية كيف مكن الله تعالى للمؤمنين للطائعين. يبقى كما حدث ذلك وما كان هذا الأمر إلا بحصولهم على هذه المقومات، هذه مقومات التمكين والاستخلاف، الإيمان نصحح الإيمان وكذلك أيضا الأعمال الصالحة التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يبقى إمتى بيكون التمكين للدين؟ يبقى إحنا بنسعى كده ونتمنى التمكين للدين، هي أمنية يعني، هي أمنية لكن هي مفترض أن إحنا نسعى إلى هذا الأمر. والأمر ده عشان إحنا نصل إليه يبقى المطلوب منك تفعل كذا وكذا. فإن تخلف التمكين قل هو من عند أنفسكم، يبقى ليه تخلف؟ من عندنا إحنا، إحنا أساسا اللي قصرنا. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني وعد، والله تعالى يخلف الميعاد. لكن هذه الشروط عشان نصل لكده، زي ما قال لنا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. حنصل تصل، بس أنت تسعى سعي من أراد الجنة. يبقى سعي كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. يبقى احنا عايزين التمكين في الارض، خلاص ادي الواجب اللي عليك، ادي الواجب. فان تخلف التمكين يبقى لاننا تخلفنا عن اداء ذلك الواجب. احنا عايزين يعني احنا بنريد الثمره من غير عمل، نريد الحصول على الجائزه بلا عمل. يبقى دي امانه عباره عن امنيه، احنا عايزين الجنه، نتمنى الجنه ولكن لم نعمل عمل من اراد الجنه. يبقى احنا بنتمنى الانسان كده يتمنى ان هو يتفوق في الدراسه، كان لما طالب كده يتمنى التفوق في الدراسه، نقول لا، يعني حاله كده يقول انه يعني هي دي امنيه، لكن هو لم يسعى لكي يحقق ذلك التفوق. يبقى عشان انت تحقق التفوق يبقى ليها كده متطلبات، تخلف عن طلب هذه المتطلبات لكن ما زالت باقيه هذه الامنيه. يبقى دي امنيه مش ممكن نصل اليها الا لما نحولها الى هدف ونحدد كده الوسائل اللي احنا نصل من خلالها الى تحقيق ذلك الهدف. لكن هي امنيه وقد تخلف العمل عن الوصول الى ذلك الامر. فلذلك ما قال سبحانه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. يبقى اقرا كده في السنه الكونيه وكيف مكن الله تبارك وتعالى للطائعين. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. المطلوب يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. ومن كفر بعد ذلك يبقى حدث التمكين ثم رجعنا اقهقرا. يعني المطلوب ان احنا نحافظ على ذلك الامر، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. يبقى لما يتخلفوا عن قيامهم بهذا الواجبات اي خلل يبقى الرجوع قهقرة دايما. لذلك ما قال سبحانه ومن كفر بعد ذلك، يبقى حنقول ان هو يبقى تسيب في ذلك الدين. وكذلك ايضا حنجد هو تخلف عن المحافظه على هذه المقومات. يبقى على ذلك دي سنن كونيه لا تعرف المحاباه. التمكين ادي مقوماته، ان تخلف الانسان يبقى يتخلف عنه ذلك التمكين. كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بعينه واتبعتم اذناب البقر رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم. يبقى احنا كان لنا التمكين وبعد كده انشغلنا بالدنيا فضعفت هذه المقومات، فحنجد ان هي تنزع منك القياده، تنزع سنن كونيه كما بينها لنا ربنا سبحانه. ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعه ربهم سبحانه وتعالى. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وماواهم النار ولبئس المصير. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون.
دي الأسباب الجالبة رحمات الله سبحانه وتعالى أن نقوم بهذه الواجبات التي أوجب علينا ربنا سبحانه. ودائما كما يعني ذكرنا قبل ذلك وكما بنقرأ دائما في كتاب الله تبارك وتعالى دائما الكلام عن الصلاة والزكاة، وأن الصلاة دي هذه إحسان العبد في عبادة الله سبحانه وتعالى، والزكاة يبقى دي إحسان العبد مع خلق الله سبحانه وتعالى، يبقى خلق الإحسان في أداء للعبادة وخلق الإحسان في التعامل مع الناس، وخلق الناس بخلق حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأطيعوا الرسول بصفة عامة بقى لعلكم ترحمون. آدي أسباب الجالبة رحمة الله عز وجل هو أنك أنت تتمثل خطى النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قضية قضية بسيطة جدا ميسورة على من يسأل الله عز وجل عليه ذلك الأمر. عشان كده احنا رأينا تطبيقات الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين دي هذه الطريق إلى الجنة، طريق الجنة ان احنا ان نسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ان نحاكي فيما قال وفيما فعل، يبقى ان نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. وده كان الصحابة رضي الله عنهم يبقى وطنوا أنفسهم على ذلك وتربعوا على ذلك، فده كان خلق الصحابة رضي الله عنهم في التعامل وفي السلوك في حياتهم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وماواهم النار ولا بئس المصير. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد. يبقى ما تغترش ان يعني حزت لهم الدنيا او معهم مقومات الحياه، فلا تغتر بذلك، متاع قليل ثم مأواهم، انظر بقى الى العاقبه، يعني انظر العاقبه، ثم هم جهنم وبئس المهاد. يبقى لو تمتع يعني قل تمتع بكفرك قليلا، يعني هو هذا الكافر لو وسع الله عز وجل في المعايش ما تنظرش لهذا الحال، تنظرش كيف وسع الله عز وجل عليه ذلك. ده نوع من أنواع الاستدراج. فلذلك لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وماواهم النار ولا بئس المصير. يبقى ما تغترش بما متعوا به في الدنيا، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لذلك ما قال سبحانه لا يغرك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني إياك أن أنت يعني تأخذ من ذلك الجانب، ولكن الدنيا سجن المؤمن وجند الكافر. فعلى ذلك الكافر إن وسع عليه ربنا سبحانه وتعالى المعيشة في الدنيا إياك أن تؤخذ من ذلك الجانب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا لمن أحب سبحانه وتعالى. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. يأتي الكلام عن هذا الأدب، أدب الاستئذان داخل البيت. يبقى كان الأدب الأول أدب الاستئذان للدخول، لدخول البيوت، ولا يدخل الإنسان إلى بيت إلا بعدما أن يستأذن ثم يؤذن له، وأن الاستئذان من أجل النظر كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع البصر على عورات من كان بداخل ذلك البيت. فكان الاستئذان من أجل النظر، يبقى ده الاستئذان للدخول. وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يجوز لنا أن ندخل إلى هذه البيوت حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، السلام عليكم أدخل، يبقى ثلاث مرات كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أذن لك وإلا فلترجع، أو إن طلب منك صاحب البيت الرجوع
وأنه لا يقوى الآن على استقبالك، يبقى على ذلك ده تطبيق لحكم الله سبحانه وتعالى، هذا تطبيق. قلنا لو وجد الإنسان في نفسه ضيق كده أو حرك من هذا الأمر كيف آتي إلى بيته ثم يقوم برده، فعلى ذلك أين بقى السمع والطاعة؟ دي أحكام الرب سبحانه وتعالى، أحكام الرب سبحانه، يعني إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم، ده فيها تزكية للنفوس، يعني فيها تزكية. الآن أنت تختبر ما عندك من إيمان، يعني هل فعلا أنا مهيئ الآن لو أنا ذهبت أنا فلان الفلاني أذهب إلى بيت فلان، يعني أطرق عليه الباب لو خرج وقال ارجع لا يقع على استقبالك الآن، هل أنا يعني كأنه استقبلني بالضبط، حتساوى الأمرين ولا لا تساوى؟ إن وجد الإنسان في قلبي كده أو في صدره وحلقه غصة من هذا الأمر تراجع الإيمان، يبقى المسألة هنا محتاج أن أنا أراجع إيماني، لأن استقباله كرفض الاستقبال يتساوى الأمر، يتساوى ده إذن، هو صاحب الإذن. لما أنا أفكر كده ده الإذن معناها يا إما أأذن أو لا أأذن، ده حقي أساسا، ليه الشارع أعطاني هذا الحق؟ يبقى إما أن أنا أأذن لك في الدخول أو لا أأذن لك في الدخول، ده حق وده الإذن أساسا. يبقى إنما إحنا عندنا الإذن ده ليه صورة واحدة، لا ده الإذن كده إما بالقبول وإما بالرفض، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على سن نبيه ما كان. يبقى لما تشفع لفلان عند فلان يبقى الشفاعة مقبولة، شفاعة وأنت تؤجر على كده. طب يا ترى القرار بقى اللي يتاخد إما بالموافقة وإما عدم الموافقة، يبقى على ذلك. لكن أنت يؤجر الإنسان على هذا الأمر، إحنا عندنا دايما كده المشورة، أستشير فلان في مسألة ما، ويبقى هو المستشار مؤتمن أدى، فأنا ممكن أخذ بالاستشارة ممكن أرفض ذلك الأمر، فإذا علمت يتوقع على الله كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. لكن كيف يعني يستشيرني في مسألة ولا يأخذ برأيي؟ هذا أنت لازم يبقى عندنا حدود للأمر أساس، أنا أنت بتستشيرني في أمر أديت ما علي المستشار المؤتمن، فأنا كنت أمين في العرض تماما، ولكن قرار لك، يبقى لازم أعرف أنا كده القرار، لأنا لا أتتبع ذلك القرار، يا ترى أخذ القرار إيه؟ هل أخذ بالمشورة بتاعتي ده طبق ولا لم يأخذ بها؟ ده القرار بتاعه، أنا ليس لي أي نوع من أنواع التدخل هنا. وانظر إلى بريرة يعني في قصة مغيث لما يعني نالت الحرية، فعلى ذلك رفضت مغيث وكان عبدا وده حقها أساسا، يبقى الأمة لما تكون مزوجة لعبد ثم تعتق، يبقى عند ذلك تخير بين أمرين، إما إمضاء ذلك النكاح وإما كان الفسخ، ده حق لها. وبالتالي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة ذكرت بقى ده حكم ولا شفاعة، فعلى ذلك ذكر لها ده شفاعة بيشفع لهم، فعلى ذلك رفضت الرجوع إلى مغيث، وكان يبكي في الطرقات، يعني كان بيبكي من شدة حب مغيث لبريرة. ولكن ده شوف شو السؤال، شفاعة ولا كذا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني في حقوق، يبقى دي شفاعة ولا أمر؟ أمر خلاص ما فيهوش كلام، فيهوش رد ولا مناقشة، أما شفاعة فيبقى ده ما زال صاحب الحق وصاحب الحق في القرار. فعلى ذلك نفس المسألة، يبقى إن قيل لك ارجع يبقى ترى زي الاستقبال بالضبط ولا حتجد تغير في صدرك؟ نحن قرأنا في سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، دي أحكام الرب سبحانه وتعالى، فأنت تختبر بها الإيمان، أختبر يعني هل فعلا أنا يعني ذهبت إلى فلان وممكن أكون أتيت لي من مكان بعيد فهو لا يقوى، هناك أحوال أنا لا أدري بها، هو غير مطالب بالتوضيح، يعني بالتوضيع قد يكون أمر يستحي من ذكره، فعلى ذلك قيل ارجع ارجع، يبقى زي بالضبط كده الاستقبال. هل يا ترى ممكن أن يصل بنا الحل كده؟ فحنجد أن ممكن الإنسان يتكلم، فهو أن أنا أتيت من مكان بعيد إلى فلان وبالتالي لم يقم باستقبالي، وقد يرى الإنسان في نفسه أنه معظم وبالتالي قد يحقر من شأن الآخرين وتكلم بذلك الكلام، كل ده نتيجة خلل في الإيمان، خلل في الإيمان. فلذلك يبقى المسألة لابد من إيضاح ذلك الأمر، وإن الإنسان لابد أن يختبر الإيمان بهذا الأمر. فكان ده الاستئذان، أما أنا الاستئذان داخل البيوت داخل البيت بالنسبة للأولاد، ودي يتطلب أيضا فيها تعليم الأولاد، يعني ده بيان لتعليم الأولاد، دي أداب. طب الأدب ده هيتأدب به الولد إزاي؟ يبقى هيتأدب به
لتعليم الأب والأم للأبناء مثل هذه الآداب. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. ثلاث مرات ثلاث يبقى أوقات دي فيها الاستئذان. يبقى الطفل هو لما يبلغ الحلم ما وصلش سن البلوغ، وكذلك ملك اليمين يبقى يستأذن عليك في ذلك التوقيت، لا يدخل إلا بعد الإذن. هنا بيغلق الإنسان على نفسه مثلا يعني الباب وينام، فيبقى الولد أو البنت مثلا فحتى تستأذن على أبيها أو تستأذن على أمها، يبقى في ذلك التوقيت يبقى لا تدخل إلا بعد الإذن، إلا بعد الإذن. لذلك قال ربنا سبحانه من قبل صلاة الفجر، يبقى قبل صلاة الفجر. ولا أنسى الإنسان ممكن يبقى متساهل في ملبسه مثلا مع أنه قد يتكشف، كل ده يعني يبقى أمر موجود، فيبقى ده وقت عورة حتى لا يقع بصر الإنسان على ما يكره، يعني على ما يكره. يبقى قال من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة قيلولة ومن بعد صلاة العشاء، يبقى دي الأوقات من بعد صلاة العشاء وكذلك قبل الفجر وكذلك عندما نضع الثياب من الظهيرة. ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. في غير الأوقات دهية يبقى حنجد ده الوقت ده لا يتم التساهل فيه، وده طبعا في حدود لمين؟ لملك اليمين والطفل الذي لم يبلغ الحلم. لكن لما بلغ الحلم فعلى ذلك يستأذن في كل الأوقات، يستأذن في كل الأوقات. لكن هذه الأوقات هو استئذان الطفل الذي لم يبلغ الحلم، يستأذن على أمه، يستأذن على أبيه. يبقى دي الأوقات اللي من الممكن قد يخشى الرجل امرأته في ذلك التوقيت، أو قد يتخفف من ثيابه أو تتخفف المرأة من ثيابها، فعلى ذلك يبقى قد يقع بصره على ما نكره. فلذلك يبقى دي آداب حتى لا يقع بصر الصغير على ما يكره الأب والأم أو ما يكره ذلك الصغير، حتى طبعا يعني لا ينظر إلى تلك العورات. يبقى لا، قال الله تعالى ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. يبقى لأن طبعا هيبقى فيها مشقة شديدة، لو قلنا للطفل الذي يبلغ الحلم أنه يستأذن في جميع الأوقات فيها مشقة، يبقى طواف يعني نقول هيبقى مشقة أن احنا نحترز من ذلك، والمشقة غالبة دايما للتيسير. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. يبقى اللي هو بلغ الحلم اللي هو البالغ يستأذن في جميع الأوقات، الذي لم يبلغ يبقى يستأذن في هذه الأوقات الثلاثة، أما باقي الأوقات فهو موجود دائما كده بيتحرك في داخل البيت، فعلى ذلك يبقى في مشقة كبيرة جدا أنه يستأذن في كل الأوقات. لكن دي الأوقات اللي ممكن يتخفف فيها الإنسان من ثيابه، أو مع أنه قد يتكشف يعني العورة، أو أنه قد يخشى الرجل امرأته في ذلك التوقيت، فعلى ذلك يبقى ده التوقيت الذي على الطفل الصغير أن يستأذن ولا يدخل على والديه في إيه في هذا الأمر. وطبعا ده بيتطلب يبقى غلق الباب، يعني الباب لو كان مفتوح أساسا فمفيش بقى نوع من أنواع استئذانه، لكن عشان يبقى فيه استئذان يبقى فيه ستر أساسا، ستر سواء كان باب أو غير ذلك، لكن موجود ستر حاجز حاجب أهو. لكن لو كان الباب مفتوح لو نام يبقى هيتكشف فحيراه، يبقى الأمر متطلب أيضا أن إحنا في حال النوم يبقى لابد من الستر، يبقى غلق ذلك الباب، وده عشان يتعلم الأولاد الأدب وعدم الدخول. يبقى التربية أساسا يبقى إحنا بنضع الستر، والأمر الثاني أيضا نعلم الأولاد أنه لا يدخل إلا بعد الاستئذان، لا يدخل إلا بعد الاستئذان. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم، الله عليم حكيم. ثم تأتي أيضا الآيات لكي تتكلم عن حكم المرأة التي وصلت أو تقدمت في السن ولم يكن لها الرغبة في النكاح. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. يبقى القواعد من النساء المرأة التي تقدمت في السن فعلى ذلك لا يعني شهوة لا أو لا طمع لها في النكاح.
وقد لا يطمع فيها لأنها كبيرة في السن أو كانت مثلا يعني ليس على الخلق الحسنة. فعلى ذلك قواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا يبقى هي أصلا زهدة في هذا الأمر. لكن المرأة ممكن تبقى تقدمت في السن وهي أساسا غير رغبة في النكاح، ولكن قد يكون مرغوب فيها، يعني قد يكون مرغوب فيها أيضا، يعني يقولوا دي ست كبيرة وبالتالي يعني انقطع طمعها في النكاح. لكن قد يطمع فيها إنسان مريض قد يطمع فيها، وبالتالي بالقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، أي أن هي تبقى كاشفة لوجهها، يبقى وضع الثياب يتكون كاشفة. الأصل أن المرأة يبقى بتغطى تمام المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المرأة عورة يبقى من يعني رأسها إلى قدميها، وبالتالي لأن المرأة مرغوب فيها مطلوبة، يبقى المرأة دائما مطلوبة ومرغوب فيها. فعلى ذلك ستر المرأة حفاظ الرجال، يبقى هو حفاظ المرأة وحفاظ أيضا الرجال. فلكن المرأة لما تكون كبرت في السن أو تقدمت في السن فلا جناح عليها أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، لكن يبقى هنا تبقى كاشفة عن وجهها، ولكن تحذر أن تضع أي زينة من هذه الزينات. وأن يستحففن خير لهن، يبقى يبقى برضك هي متغطية، ده أفضل. والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحة أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. تفاصيل، كل دي تفاصيل الأحكام، وطبعا الحكم مش ممكن أبدا يطبق إلا لما يأتي البيان والتفصيل، إلا لما يأتي البيان والتفسير والتفصيل. فلكن الحكم المجمل كده يبقى لا نقوى على تطبيق كيف نطبقه، يبقى لابد عشان كده لما نيجي نطبق حكم لابد أن يكون التصور التفصيل واضح. فأتت الأحكام بهذه التفاصيل، بدقائق هذه التفاصيل في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انظر إلى الآية: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. يبقى طبعا الأعمى معذور والأعرج أيضا معذور والمريض معذور، يبقى عذر هؤلاء حتى في مسألة خروج الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، يبقى ده من الأعذار المقعدة للإنسان. وبالتالي ولا على أنفسكم أن تأكلوا بيوتكم، فيش حرج أيضا علينا في أن نطعم من هذه البيوت التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. قال ولا على أن تأكلوا من بيوتكم، أي بيوت أبنائكم، يعني بيت الإنسان ده بيتي أكل فيه، لكن من بيوتكم أي بيوت الأبناء أنت ومالك لأبيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيوت آبائكم. يبقى المرأة مزوجة مثلا أو الرجل تزوج، ولكن لا حرج أنه يأكل من بيت أبي أو من بيت أمي أو من بيت أخي أو من بيت أختي. وطبعا هنا هيأكل من بيت أختي، يبقى على ذلك دي أمور عرفية موجودة. الأصل أن المرأة لا تنفق من مال زوجها إلا بإذنه، وده مال لما بيأتي مثلا الأم إلى بيت ابنتها أو الأخ إلى بيت أخته فتقدم له مثلا بعض الطعام أو بعض المشروبات، دي مال، دي مال. هل يا ترى لها أن تستأذن؟ لا. ده هنا الآيات بتبين أن في أعراف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، مع أن دي نفقة من مال الزوج، ولا تنفق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه. الأصل كده المسألة الشرعية، يبقى المرأة عشان تنفق من مال زوجها لابد أن يكون بإذنه. فإن أتى لها قريب مثلا أو قريبة يعني قدمت له طعاما قدمت له شرابا، هل يا ترى تستأذن الزوج؟ نقول لا، لا تستأذن، لأن العرف جرى بذلك، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. والمسألة هنا الآية أيضا بتقرر هذه الأعراف، يعني دي أعرافه تقرر ذلك الأمر. يبقى قال الله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم. يبقى بيت الأخ هو اللي بينفق، طب بيت الأخت ده زوجها اللي بينفق،
فلا حرج ان انت تاكل من ذلك البيت. يبقى دي امور عرفيه، العرف جرى بذلك الامر، ودي اعراف معتبره، ادي معتبره بالايه، وكذلك ايضا هذه اعراف مستقره داخل النفوس لانها لا تخالف شرعا، لا تخالف شرعا. فلذلك قال ربنا سبحانه: او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا. فيش حرج ان احنا ناكل مجتمعين او متفرقين، ولكن الافضل هو الاكل ايه ونحن نجتمع على ذلك الطعام حيث تكون البركه، لكن لا حرج ان اكل منفردا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. يبقى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لو دخلنا إلى البيوت وكانت خاوية، ودخل الإنسان إلى بيته وكان خاويا، يبقى يلقي، نعم يلقي السلام كما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى بنلقي السلام، يبقى عندما أدخل إلى بيت نلقي السلام على أهلي ونلقي السلام على من كان موجودا، وإن لم يكن يعني هناك إنسان موجود في هذا البيت يبقى أيضا نسلم على أنفسنا كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات، واضحة بينة لعلكم تعقلون. يبقى عشان نطبق لازم التفاصيل، هذه التفاصيل هم تفاصيل واضحة تماما تماما أهو. وبالتالي لماذا كان التفصيل ده؟ لأن ده لا يأتي التطبيق إلا مع التفصيل، مع الإجمال مش ممكن. يعني قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة، يبقى ده أمر مجمل، ده أمر أهو فعل أمر، أقيموا الصلاة يبقى فعل أمر، فعل الأمر ده يكون على الوجوب، لكن أطبق إزاي؟ أنتظر حتى يأتي التفصيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وآتوا الزكاة، يبقى دفع الزكاة، يبقى وجوبا كده ندفع الزكاة، بلغ المال النصاب حال عليه الحول، يبقى يا ترى نخرج الزكاة كم مقدارها؟ طب مقدار النصاب ازاي؟ وكيف نكون اخراج الزكاة؟ يبقى مش هننظر المال بس، ده المال مثلا هنقوله ادي في الرقة ربع العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دي في زكاة بقى الأنعام، طب زكاة الزروع، يبقى دي أساسا هنحتاج مثلا في زكاة الأنعام إن كان مثلا إبل إن كان شياء إذا كان بقر، يبقى ليه عدد يستوفى، وكذلك إيه اللي هنخرجه؟ يبقى هنجد كده في الإبل يبقى نقول خمسة من الإبل فيها شاة، عشرة من الإبل فيها شاتان، وهكذا. هنجد إن جت السنة بينت لنا ووضحت لنا بالتفاصيل يبقى أنواع المال وكذلك النصيب المقدر إخراج من ذلك المال. يبقى كذلك يبين الله لكم الآيات: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. مفصل تمام، لأن مش هنأتي التطبيق إلا لما التفصيل. عشان كده إحنا لا ننطلق إلى تفعيل أي شيء إلا بعد ما الرؤية تكون واضحة والتفاصيل تكون واضحة، يبقى الصورة المرئية صورة واضحة تماما، فعلى ذلك بننطلق إلى التطبيق، وبالتالي لا يطبق الإنسان إلا بعد التصور الصحيح. قال الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. الاستئذان هو برضو يتكلم على مسألة الاستئذان، إن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على ذلك لا يذهبون إلا بعد استئذانه. إن خرجوا معه على أمر جامع يبقى خرج معهم مثلا في جهاد أو في غير ذلك فلا يجوز لهم أن يستأذنوا، فلا يجوز لهم أن يذهبوا إلا بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما نؤكد أن الإذن معناه إما أن يأتي الموافقة أو عدم الموافقة، فأنت تنتظر، يبقى أنت تنتظر. ساعات الإنسان بيستعمل الإذن كحال خبر، يعني أستأذنك ثم مضى إلى طريقي، يبقى ده أنت بتخبرني أنك أنت ماشي، لكن الاستئذان أساسا يبقى يكون بالموافقة أو عدم الموافقة، يبقى بالموافقة أو عدم الموافقة. فلذلك ما قال ربنا سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع
لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. اللي بيستأذنوا دولت دي علامة على صحة الإيمان. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. إذا استأذن، والمؤمن لما بيستأذن بيستأذن استئذان صحيح، يعني هو لا يتلاعب بالأمر، يعني لا يتلاعب بالأمر، وكذلك ليس عنده خداع ولا تغرير. المؤمن يعني منزه عن أمثال هذه الأمور. لذلك كما قال ربنا سبحانه: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منه واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا دعانا فتكون التلبية والاستجابة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي إذا دعانا كان وجوب الإجابة، وجوب الاستجابة، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم يحييكم. إذا دعانا كانت الاستجابة، حتى لو كان في الصلاة قطع ذلك وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّنت الروايات. وأيضا صورة أخرى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يبقى لا تنادونه باسمه المجرد، يعني كما يحدث يا فلان، فلا نقول يا محمد كما قول يا أحمد أو يا فلان، فعلى ذلك. لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في التوقير والتعظيم لشأنه، فإذا دعونا قلنا يا رسول الله، يا نبي الله، يبقى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، زي ما بينادي بعضنا على البعض كده باسمه المجرد، هذا لا يصلح أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من توقيره وكان من تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننادي كما ينادي بعضنا بعضا. أما إذا نادينا فعلى ذلك يعني ننادي يا رسول الله، يا نبي الله، من باب التوقير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. قد يعلم الله الذين تسللوا منكم لواذا، يبقى كما مدح الله عز وجل وأثنى على المؤمنين أنهم لا يذهبون إلا بعد الاستئذان من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذهبون إلا إن أذن لهم، هنجد أن في المقابل أن المنافقين يتسللون لواذا، يتسلل كده يبقى في خفية، ويعني يسير بلا استئذان، وهذا بلا استئذان، ده حال المنافق كده، بيتحين كده الفرصة، وإن كان بقى يعني لا يرى فيتسلل يعني في خفية. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. احذر يعني، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. يخاف الإنسان على نفسه من المخالفة، حتى يعني مخالفة السنة تخشى على نفسك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يبقى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، احذر نفسك من المخالفة. مخالفة تأتي بالشؤم على الإنسان، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني ممكن الإنسان يفتن في دين، يفتن، احنا رأينا هذا الرجل الذي طعم بشماله وقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما ردها إلى فيه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق رجل على أهل ليلا إن عاد من سفر، يبقى سفر غير معلوم كده وجاء فجأة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أن يطرق على أهله ليلا إن عاد من السفر كده، غير لما يكون الموعد مسبق، يبقى لكن ده أساسا ممكن يأتي كده فجأة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الأمر حتى يخبر هؤلاء، يخبر المرأة بقدومه، وكان يبدأ بالمسجد ويرسل نساء، قلنا عشان المرأة تستعد لاستقبال زوجها. فعلى ذلك كما ذكر أبو داود رحمه الله أن رجلين خالف ذلك الأمر، فوجد كل رجل مع امرأته رجل، فوجد كل رجل مع امرأته رجلا، يبقى قالوا ده شؤم المخالفة، يبقى دولت ما خلف النبي
صلى الله عليه وسلم فابتلاه ربنا سبحانه وتعالى، زي قصة عويمر العجلاني أصر على طرح السؤال قبل وقوع الحادثة وقد نهوا عن ذلك، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم، فربنا سبحانه وتعالى نهاهم أن يطرحوا المسألة قبل وقوعها. فعويمر العجلاني أرسل عاصم بن عدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله، وده قبل نزول آية اللعان، يعني إن كان رجل واجه مع مرته رجلا فقتل تقتلونه بذلك؟ فعلى ذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم المسألة. ولما عاد عاصم بن عدي إلى عويمر العجلاني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال والله لأسألنا، مصر أن يسأل المسألة، فابتلاه ربنا سبحانه وتعالى فطبق ذلك الحكم عليه وعلى امرأته. يبقى ده نتيجة شؤم المخالفة، يعني شؤم المخالفة يعني يقولوا طب دي مسألة فعلا ممكن تحدث، يبقى المسألة الأول جت كده يعني والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يبقى لازم بينا عشان يتهم المرأة بالزنا لازم يجيب بينا، ودي قبل نزول آيات اللعان. فعويمر العجلاني قال طب الواحد لو دخل بيته ورأى مع امرأة رجلا إن قتله قتلته، وإن سكت سكت على أمر عظيم. فإيه القصة؟ فعلا إحنا ممكن نقول كده نستحسن نقول فعلا المسألة ممكن تحدث، طب إيه الحكم فيها؟ بس هو كان فيه أساسا حكم نهاهم فيه ربنا سبحانه وتعالى عن طرح المسألة قبل وقوعها، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوؤكم، فكان الأمر هنا ممنوع طرح السؤال إلا بعد وقوعه، عشان دي فتوى، الفتوى تكون عن أمر حادث. فيبقى على ذلك احنا ممكن نستحسن كلام ده، وفعلا ممكن امر زي ده يحدث احتمال، فلكن في نهي اساسا عن طرح المساله قبل وقوعها، فلكن هو اصر على طرحها حتى ابتلاه ربنا سبحانه وتعالى، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد انزل قرانا في شانك وشان صاحبتك، وبالتالي كانت الملعنه بين عوامل العجلاني وبين امراته. ايه اللي حدث معاه؟ نتيجه المخالفه، ده شؤم المخالفه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى ما نخالفش طالما بانت لك السنة، فلماذا كانت المخالفة؟ لا تخالف، يخشى الإنسان على نفسه من الزي. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إلى الله فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، الجميع مملوك لله سبحانه وتعالى، مربوب لله سبحانه وتعالى، هذا خلق الرب سبحانه وتعالى، فالكل تحت قهره تحت سلطان. ألا إن الله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه، فالله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. يبقى كده الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وكل ذلك سيكون واضحا يوم القيامة، أن الله تعالى يجازي العباد على أعمالهم، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، يخبرهم ربنا سبحانه وتعالى بما يعني سلف من أعمالنا أو أقوالنا في حياتنا الدنيا، والله بكل شيء عليم، قد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما. وهذه آخر آيات سورة النور، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.